The 20 kilogram creates subject to a force having a constant direction and magnitude 100 newton. When S equals 15 meter, the crate is moving to the right with a speed 8 meter per second. Determine its speed when S equals 25 meter, يعني بعد 10 متر. The coefficient of kinetic friction 0.25. يعني عندنا الجسم ده سرعته ابتدائيا 8، عايز سرعته النهائية بعد ما يمشي 10 أمتار. نحط الفورسز اللي عليه، هنا F كوساين 30، وهنا F ساين 30، وهنا N M G، وهنا الميو في الN. فورس اللي بتأثر عليه F كوساين ماينس الميو N. محتاج أجيب الN الأول، نجيبها من سيجما ال اف واي يساوي صفر، لان مفيش حركه في اتجاه الواي. هيبقى ان لفوق، اف ساين ثيتا لفوق، ام جي لتحت يساوي صفر. اذا الان هتساوي الاف بمية، الام بعشرين، الجي تسعة، تمانية واحد. هيبقى 20 × 9 = 81 ناقص 50، لأن الساين بنص. 146.2 نيوتن. دلوقتي ناخد المعادلة اللي تحكم الانرجي، conservation of energy. هنقول ان التي 1 زائد اليو من 1 لـ 2 يساوي التي 2. التي 1 مدهلنا هو نص في الماس في 8 تربيع. الفورس اللي بتأثر عليه اف كوساين 30 ماينس ميو في ان، الكلام ده مضروب في 10 متر اللي هي 25 ناقص 15 يساوي نص ام في 2 اللي هو عايزها. تعالوا نعوض الاف بمية، الميو 0.25، والان اهي، بس كل حاجة معروفة، هي 10 × 64 زائد 100 كوساين 30 ناقص ربع في 146.2 × 10، ده رقم نقسمه على 10 وناخد الجذر التربيعي للأنسر، فطلع أو طلعت السرعة V2 10.7 متر بير سكند.